إلى الشارع مجددا ينزل هؤلاء بعض أطراف اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين من نقابيين وممثلي أحزاب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني في مسيرة لدعم المقاومة الفلسطينية في دفاعها عن فلسطين ضد العدوان الصهيوني. اختاروا الزمان وكان مناسبة إحياء ذكرى 48 ليوم الأرض الفلسطيني، واختاروا المكان في مسيرة كانت انطلاقتها مساحة باب الخضراء لتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة قبالة تمثال ابن خلدون وسط العاصمة. جاءوا إلى هنا ورسالتهم هي المطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ونصرة للمقاومة الفلسطينية. شعب التونسي وكل جماهير الأمة العربية وأحرار العالم ينددون بحرب الإبادة. اليوم ينادي الشعب التونسي بضرورة تجريم التطبيع. اليوم الشعب التونسي ينادي بضرورة تفعيل مبدأ المقاطعة، مقاطعة كل القوى المنخرطة في العدوان إسنادا لهذا الكيان العنصري الهمجي النازي الفاشي. المسيرة التي رفع فيها المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وأخرى مناهضة للعدوان الصهيوني ولبعض الدول المساندة له هي أيضا بحسب أطراف سياسية وكذلك وجوه فلسطينية للتأكيد على التظاهر إسنادا للفلسطينيين في حربهم ضد العدوان الصهيوني. دعونا التونسيين والتونسيات للانخراط في هذه المعركة، كل حسب إمكانياته وكل حسب استطاعته. مقاطعة بضائع دول العدوان هو انخراط في هذه المعركة، بث أشرطة المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي هو انخراط في هذه المعركة، الضغط على هذا الحكام هو انخراط في هذه المعركة، مطالبة بتجريم التطبيع هو انخراط في هذه المعركة، المطالبة بفتح المعابر وغلق سفارات العدوان هو انخراط في هذه المعركة. نحيي الشعب التونسي ونحيي هذه الوقفة، نحيي هؤلاء الجماهير الذين يرتبطون وجدانيا ودما وعقلا في فلسطين، هم الآن يجسدون ضمير الأمة العربية. المسيرة لدعم المقاومة الفلسطينية ستتبعها بحسب بعض الأطراف المشاركة فيها تحركات مماثلة، ومنها أعداد قافلة مغاربية للذهاب إلى غزة دعما لملحمة طوفان الأقصى البطولية التي تقودها المقاومة الفلسطينية ونصرة للفلسطينيين.